بيرسونيلمون كونت عندنا بن غيس اللي في واحد الوقت في خنشلا كنت شكر في العمل تاعو، ولكن ما لازمش ناس ناس تجي الى بعض لي بوست بوسائل ملتويه ليست لها علاقه مع المنهج والقانون. واضح علي بن شيخ، هل عندك تعليق حول طاقم الجديد للمنتخب الوطني؟ انا ما عندي ما نقول، كي الطاقم كي الديتيان كي كدا ما عندي ما نقول عليهم. سهره امس رياض محرز لن يكون ضمن قائمه المنتخب الوطني، ليس بالابعاد من فلاديمير بيتكوفيتش، بل الرجل طالب بعدم استدعائه لظروف خاصه، يقال انه تحدث مع رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم ومع المدرب وطلب الاعفاء من هذا التربص لانه ليس مركز من الناحيه النفسيه للحضور رغم انه قائد للمنتخب الوطني. هل وضع محرز نفسه في مازق بطلبه الاعفاء من تربص الخضر في شهر مارس الجاري؟ البعض يقول بانه محرز استبق الاحداث وكان ذلك بالبيان او بالمنشور الذي تاسف فيه عن ذهاب جمال بن ماضي من على راس الخضر وتشكراته له، وهو اللاعب الوحيد الذي قام بذلك الامر. ربما كان يوحي انه محرز ما يريد المجيء او يفكر في الاعتزال دوليا. الجديد اليوم هو ان بيتكوفيتش قد يفكر في ابعاده نهائيا اذا لم يكن مركز على اللعب مع المنتخب الوطني. اندوني واحده اخرى او معطى اخر جديد وهو ان رياض محرز يقال انه تحسس ووصلته معلومات ان قاشارة القائد ستنزع منه وستمنح لإسماعيل بن ناصر لاعب ميلون أسي كقائد جديد مع المدرب بيتكوفيتش، ولهذا استبق الأحداث وفضل عدم المجيء ورفض دعوة الخضر مثلما فعل من قبل دولور في وقت للبقاء مع ناديه. سمير العماري، هل قضية محرز ستكون أول قضية شائكة للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش؟ اولا اسمح لي رضوان نقول لك بلي هذه رده فعل ليست احترافيه ديتو، سني با بروفيسيونال ديتو. انا كنت نستنى من محرز كقائد الفريق الوطني بعد النكسه تاع كاس افريقيا هو اللي يمد ليكزومبل، هو اللي يحث على لا بروميير فوا محرز اللي يقول اللي يطلب بعض الاعفاءات. لا لا شاك فوا يجي لي لا توجور دوموندي لا توجور دي روبو هاندا دي روبو الى توجور الى ستاتيو سبيسيال في المنتخب الوطني الى يو دي كابريس في ليكيب ناسيونال. يعني انا كنت نسنى ان طونك كابيتان ديكيب سي سي ايماجين تا رده الفعل تاعو كيفاش الصدى تاعها عند اللاعبين الاخرين كقائد الفريق كقائد الفريق اللي هم يستناو باش الفريق الجزائري يعاود الى الساحه. يعني سي 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 تان سي تان كو سي تان كو انا بور موا بور 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 ليكيب. علاش سي تان كو؟ كثير كان يقول محرز لا يقدم الاداء المرجو في المنتخب الوطني. نهائية كاس افريقيا كما بغيتي نهائية كاس افريقيا كان خارج الاطار، قبل نهائية كاس افريقيا في كل مرة كان ينتقد على ادائه في المنتخب الوطني، احترافه في العربية السعودية لاقاه الجمهور الجزائري بكثير من الاستياء. اليوم كي رياض محرز هو اللي قال اعفوني من هذا التربص، الجميع اليوم انا شفت التعليق اليوم الجميع يقول لك بون دي بارا الله يسهل عليه اعتزال، الكثير ضده. يعني لماذا تغير الجمهور؟ انا ما قلتلكش بون دي بارا، الكلمه الاخيره تعود للونتري ناسيونال هو اللي يشوف اسكي يديه ولا ما يديه. انا نهضرك على الكومبورتمون تاعو هذه تاع اعفيني من هذا التربص، مازال نخمم نشوف ولا نقعد في ليكيب ناسيونال. انا جو بونس سي تري ليجي. انا واش حبيت نقول لك سي سي با باسكو الجزائر المنتخب الوطني خارج من انجليز ان كراف كريز، تستنى من واحد محرز هو اللي ياخذ المسؤوليه يقول باللي رانا مواجدين باش نعاودوا ابري سي لونترين ناسيونال هو اللي خير يبقيه ولا ما اسك فهمتني ولا فهمت سي سا الكوم. التصريحات او هذا الطلب الاعفاء وعدم تواجده في القائمه امتداد لما قيل او ما قاله وما صرح به رياض محرز لما حطت الطائره هنا بالجزائر بعد نكسه
كوت ديفوار وكارثة كوت ديفوار لما قال كنا تحت ضغط كبير، وسائل الإعلام ترى فينا كأننا البرازيل أو الأرجنتين، وعندنا إمبريسيون كاين دي جون اللي ما يقبلوش هاد لابريسيون، ولمح على أنه غير راضي على ما يحصل للمنتخب الوطني. زاد أسمع ما يحصل للمنتخب الوطني. زاد أسمع لمح على أنه غير راضي على ما يحصل للمنتخب الوطني. التويت الأخير أو المنشور الأخير اللي ربما كان كلها تلميحات على أنه لا يريد أو يريد أن يدير بريك على المنتخب الوطني. أسمع بن شيخ، وأطلب الإعفاء في هذا التربص فقط علي بن شيخ، ما تعليقك على الذي يحدث؟ هل هي حرب بالوكالة؟ هل هي ربما تصفية حسابات باش نكونوا صراحة أرانا في المكشوف، خاصة بعد المنشور الأخير لرياض محرز؟ أم أنا رياض محرز دوما بعتينهم تأثر رياض محرز تأثر بالانتقادات الكثير التي طالته في نهائية كأس إفريقيا، وهذا طبيعي لأن الجمهور كان ينتظر منه الكثير، وشاك فوا سي ديسيبسيون مع المنتخب. هذا اللي طلب الراحة هذه ولا كيف تقولها انتوما، شحال هذه؟ قالوا هاد 16 ما تعيطليش. 16 شحال يفادوري هاد 16؟ 10 ايام. 10 ايام باك هاد 16 ما تعيطليش. عطاو دي زارغيمون فالاب، باسكو يفو دوني دي زارغيمون فالاب، علاش ما نجيش؟ فهمني؟ اسكو عطاه له دي زارغيمون فالاب؟ قالوا مانيش مليح من الناحيه النفسيه. بعد لا كوب دافريك اللي فاتت. هذا هو ال هذا سبان ارغيمون فالاب، سامح لي سا سي تي بو لير بوكو تشوز. فريق الوطني عمرو ما يترفز، وفريق الوطني كبير على اي لعب وعلى اي مدرب وعلى اي انسان، على اي واحد كبير عليه فريق الوطني. تقول لك الفريق الوطني تجي ماشي باسكو كيما راك تقول، كيما تقول باسكو لا كوب دافريك لي داخل الناس كريتيكاتو الناس باتو لا على هذه ما تجيش. لا انا جو ديري اوتر شوز، انا عن بالي افيك بليزير سي مون بي، انا كيلكو سوا لونترينور جو سوي لا بور لالجيري اي نون با بور سيت اونترينور بيتكوفيتش ولا بور بكم ركان بالجهاد اتس ولا ايغراد، جو سوي بور ليكيب ناسيونال دالجيري. هذه وحده. ثانيا جو دو تيتر في افيك سيت ايكيب اي ترافاي دور بور ريبروندر ما بلاس، باسكو لي ديرني طون الا بيردو سا بلاس، ما لا كانش في المستوى. صح فور بونيت ماشي غير هو، بامال دو جوار ما كانوش في المستوى. نعم بالي هذا هو الكلام، تجي نعاود نخدم ونعاود نولي انا هو المحرز اللي كنت بيا ونمشي ليكيب وكذا وكذا. بالك حسب لي لي عندي زيرام اسمع، لا لا خلينا ما عندي عندي زيرام، انا هذا الكلام ما ندخلش فيه انا، كاش من هذه عندي زيرام تلعب في ليكيب ناسيونال تجي زقالك لونتر.